السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء السريع. نتحدث عن دورة الوداد في النحو العربي. كثير من الزملاء يشتكون من تشتت الملفات الخاصة بالدورة، الملفات المكتوبة والاختبارات وعدم اكتمال الاختبارات. بعض الزملاء لا يستطيعون الحصول على الملفات بشكل جيد. دورة الوداد طبعا هي دورة كاملة، الحمد لله شرحنا فيها متن الأجرومية وبقي لنا محاضرتان بإذن الله تعالى، وتنتهي هذه الدورة المباركة على خير، لكننا جعلناها موجودة على اليوتيوب لمن أراد الرجوع إليها، وسنجعلها دفعات، لكل دفعة موعد معين، ويتم نشر المحاضرات للزملاء ليذاكروا ويحضروا تلك المحاضرات على اليوتيوب من خلال التسجيل، ومن يكمل سماع المحاضرات ويجتاز الاختبارات والاختبار النهائي للدورة يحصل على شهادة حضور واجتياز للدورة. جمعنا كل الملفات الخاصة بالدورة في ملف واحد، لحين إن شاء الله انطلاق الموقع الخاص بنا سيكون للدورة اهتمام كبير في هذا الموقع إن شاء الله، ووضع الاختبارات، و ستكون منظمة بشكل أفضل من هذا إن شاء الله. فهيا بنا نرى كيف الوصول إلى بيانات الدورة، وكيف أحصل على الملفات والفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات دورة الوداد لتعلم النحو العربي، وهو اللقاء 41 في دورة الوداد في شرح النحو العربي، اللقاء 42 من دورة الوداد عن النحو العربي. ثم أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في محاضرة جديدة من دورة الوداد في تعلم النحو العربي، ونكمل درس التوابع عملها. ماذا تعمل لا النافية هذه؟ تعمل عمل ماذا؟ إن وأخواتها. أهلا بكم مرحبا في المحاضرة 44 من دورة الوداد في النحو العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصل إلى ملفات الدورة؟ سنجد هذا الرابط موجودا في مجموعات الواتساب أو في على الفيسبوك في صفحاتنا. المهم، يمكنكم الاحتفاظ بهذا الرابط، عندما أضغط على هذا الرابط سيدخل بي إلى صفحة خاصة بملفات الدورة. هذه هي الصفحة الخاصة بدورة الوداد، تشمل عنوان المحاضرة، الفيديو الخاص بها، وملف البي دي اف والاختبار. مثلا هذا عنوان المحاضرة، مثلا اثنين أقسام الكلام، أضغط على كلمة شاهد سأنتقل إلى الفيديو على اليوتيوب. المحاضرة الثانية أستطيع سماع المحاضرة، ثم نرجو عمل لايك إعجاب بالفيديو ووضع تعليق في غير الفيديو، ثم أنتقل إلى تحميل الملف البي دي اف، أضغط هنا فأنتقل إلى ملف البي دي اف هنا. بالضغط على هذا السهم في الأعلى هنا أستطيع تحميل المحاضرة بإذن الله. هذا هو الملف، أستطيع قراءته من هنا أو تحميله على الحاسوب أو على الهاتف. أعود إلى الملف مرة ثانية، أذهب إلى الاختبار، سأجد هنا الاختبار، تم تعديل نظام الاختبار ليكون معتمدا على الكود، لأن تم إرسال كود أو الصفحة التي فيها الأكواد موجودة لمن أراد أن يعرف الكود الخاص به. طبعا يوجد عدد كبير من الزملاء سجلوا في الدورة، ومن لم يسجل يستطيع الدخول على هنا نقول أولا نرجو التأكد من كتابة الكود بشكل صحيح، وللحصول على الكود الخاص بكم يمكنكم الاطلاع على هذه الصفحة. إذا ضغطنا على هذه الصفحة سنجد الأكواد كاملة، هنا نجد الاسم والكود الخاص
بالزملاء. جميل. طبعا هناك مرحلتان، مرحلة أولى ومرحلة ثانية، كل مرحلة مرتبة ترتيبا يعني أبجديا لمن أراد أن يصل إلى اسمه بسهولة. جيد. طيب، أنا لم أجد اسمي مسجلا في الصفحة السابقة أو في الملف السابق. هنا نقول: وفي حالة عدم وجود الاسم مسجلا ولديكم الرغبة في الاشتراك في الدورة، فنرجو التسجيل من خلال هذا الرابط. لو ضغطنا هنا إلى النموذج الذي به نستطيع التسجيل في الدورة، هذا النموذج نستطيع أن نسجل في الدورة ونشترك فيها. لو عدنا للاختبار، هنا المطلوب أولا وضع البريد الإلكتروني. لابد أن نكتب البريد الإلكتروني بشكل سليم هنا، وسنرد الفيديو الخاص بالمحاضرة أيضا تم إرفاقه هنا مع نموذج الاختبار. هنا الكود، لابد من كتابة الكود بشكل صحيح دون زيادة أو نقصان، لأن أي حرف خطأ في الكود سيفقد الزميل تسجيله لهذا الاختبار وسيسبب ذلك مشكلة. وللعلم أن الاختبار يمكن دخوله مرة واحدة فقط، فإذا كتبت الكود الخاص بك خطأ لن تستطيع الدخول مرة ثانية. هنا كيف تتابع الدورة، هنا تقييمك للمحاضرات، وهنا هل استمعت للمحاضرة ومستعد للاختبار. إذا ضغطت نعم ستذهب إلى الاختبار، إذا ضغطت لا سيتم الخروج بك من هذا الملف. نرجو أن نكون قد وضحنا الأمر. وهذه هي الصفحة الموجودة التي فيها الملفات. طبعا كل المحاضرات الفيديو موجودة، لكن هناك بعض المحاضرات ليست مكتوبة التي باللون الأحمر. إن شاء الله يعني خلال 10 أيام ستكون إن شاء الله كاملة، والاختبارات جاهزة حتى المحاضرة الثامنة إن شاء الله. أيضا سنضع اختبارات على كل المحاضرات بحيث تكتمل الدورة إن شاء الله. سيكون لهذا الدورة موقع ونضع عليها المحاضرات أو الدورات القادمة بإذن الله في تعليم اللغة العربية. نرجو دعم هذا المشروع، ومن أراد أن يتعاون معنا فيه إن شاء الله فجزاكم الله خيرا. شكرا لكم. أرجو أن نكون قد وضحنا لكم كيفية الحصول على ملفات الدورة كاملة، وإن شاء الله الملفات الناقصة سنكملها والاختبارات وكل هذا. ومن أراد أن يتقدم لاختبار في دورة الوداد في متن الأجرومية إن شاء الله، سيكون الاختبار خلال يعني ممكن 20 يوما من الآن. اليوم 29 مارس 2020، يستطيع الحصول إن شاء الله على شهادة اجتياز للدورة ليتقدم إلى الدورة التالية والمستوى التالي في علم النحو إن شاء الله. نرجو أن نكون قد يعني وضعنا شيئا مفيدا، ونرجو أن نرى ثمرة طيبة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.